السلام عليكم. أوجه الشكر والتقدير إلى مجموعة دعم جرحى تشرين في بغداد لقيامهم بجمع مبلغ للعملية اللي تكلف بالهند حوالي 110 ورقة، اللي استطاعوا أن يجمعون مبلغ 20 ورقة خلال يومين. كذلك الشكر والتقدير إلى محمد العراقي في الناصرية الذي جمع مبلغ ما يقارب 40 ورقة وسع عنده حاليا، راح ينضاف للمبلغ العملية الكلي اللي هو 110 ورقة، وباقي على العملية على مبلغ العملية حوالي 51 ورقة. كذلك الشكر الجزيل إلى من تبرع من الداخل والخارج من الأخوة المتبرعين، نشكرهم شكرا جزيلا والله يحفظ عوائلهم. كذلك نشكر الأخ أبو فاطمة العقابي لمساعدته مبلغ من المال إلى باقر وزيارته لنا للبيت، ونشكرهم الشكر الجزيل، ونشكر كل من ساهم وساعد الجريح، وإحنا وهذا أخوهم وإن شاء الله ما حد ينخاهم على أخوهم وما قصروا ويانا، وبس الله يجازي. الشكر والتقدير إلى مجموعة جرحى تشرين، وهم مخولين بجمع المبلغ بالكامل، وهم أخذوا على عاتقهم كل مسؤولية العملية من ذهاب وإياب وترتيب كل أمور العملية داخل الهند. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج عبر الاتصال عندكم أربع أرقام، من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، بأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بنا إن كنت من داخل الفاو. أما من يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال، ذني الاثنين وأرقام الداخل اثنين، ذني الأرقام المخصصة للاتصال فقط. أما رقمنا الخامس والأخير لبرنامج صوتكم وهو رقم الواتساب للمشاركة بالبرنامج في حال أنه ما قدرت تحصلنا، مع الأسف ما قدرت، ما عندك رصيد مثلا، ما قدرت تدق علينا، ما نقدر نسمع صوتك مع شديد الأسف، عندنا رقم آخر راح يظهر هنا إن شاء الله، هو رقم الواتساب. رقم الواتساب للمشاركة عبر الرسائل فقط، تقدرون تدزولنا رسائلكم عبر الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة هنا، هذا الرقم تقدرون تدزون رسائلكم نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة صوتكم. موضوعي مو جرحى تشرين أو تعويضات في العراق، الفيديو هذا فقط للاستهلال، لكن الشيء بالشيء يذكر، مصابي تشرين والإصابات اللي صارت في تشرين نتيجة استخدام العنف المفرط كثيرة جدا، لكن إلى اليوم الحكومة ما دايرة بال ولا تفكر، دا يفكرون شلون يصعدون الحلبوسي رئيس للبرلمان، ويفكرون شلون يسوون رئيس وزراء، ويفكرون شلون يحصلون مناصب، ويفكرون شلون يحصلون فوائد من المناصب، لكن ما يفكرون بالمواطن اللي انصاب لأنه طلع وقال أريد وطن. وعليه تلقون الناس بيناتهم متعاضدة، وهي اللي قاعدة تلم بيناتها الفلوس لأجل أنه تعالج أي مصاب مثل المصاب اللي شفتوه في بداية الفيديو. أما موضوعي هن أربع أو خمس أسئلة. إحنا وراء عقدين من الزمن، عقدين من الزمن يعني ما يقرب من 20 سنة، عقدين من الزمن من المفترض أنه أي مرحلة سياسية بعد مرور هاي الفترة الزمنية إن كانت بها أخطاء تصححها، إن كانت بها شيء صحيح تطوره، ومن المفروض أن تنضج وراء هاي الفترة الزمنية بحيث أن تكون راسخة بمكانها. لكن ما يحصل اليوم، معقولة أنه ذول الكتل السياسية مثل الجهال؟ أي أزمة تصير عندهم وأي مشكلة ركض قمزة والإيران يردون الحل، مثل الطالب بالمدرسة وتعارك ويا صديقه ويدور المعلم أو المشرف أو مدير المدرسة، يروح ركض عليه فلان ضربني، فلان دفعني على الدرج، جيت أقعد على الرحلة وما خلاني أقعد،
نفس الحال. او مثلا طهران الدز الرجل اللي هو من المفترض ما له علاقة بالعراق، وما الدز واحد سياسي، لا الدز عسكري قائد حرس ثوري، قبل كان قاسم سليماني، اليوم قاآني. فالدز هو يحللهم المشاكل. معقول هذا البلد اللي عمره، انا دا احكي عن تاريخ العراق الحديث، تاريخ العراق الحديث وتأسيس الدولة العراقية من زمن تأسيس الدولة عفوا المملكة العراقية إلى اليوم، يعني عبر 100 سنة. معقول هذا البلد اللي بي حكومة وبي دولة عمرها أكثر من 100 سنة، أنا ما دا أحكي عن تاريخ البلد وعمر البلد إشقد، دا أحكي عن العراق الحديث بس، يدار من رجل تابع الميليشيا حزب الله مثلا كوثراني؟ قآن يجي يجتمع بفلان ويجتمع بالإطار ويجتمع بمقتدى ويجتمع بغيره ويجتمع بفلان كتلة ويجتمع بفلان ميليشيا ويجتمع ويا هادي العامري، والله شنو دا يقربهم حتى يشكل حكومة مثل ما هو يريد؟ ما قدروا. اجا كوثراني، لأنه كوثراني هو مسؤول ملف العراق بحزب الله بلبنان. فمعقول هذا البلد العظيم أمر متروك الواحد مثل كوثراني؟ معقول هذا البلد، البلد اللي احنا ننتمي إليه، هذا البلد اللي دافع عن أرض العروبة، هذا البلد اللي يعتبر إلى مكانة ما بين الدول في الوطن العربي، هذا البلد اللي صدر علماء، البلد اللي ساعد هواية من الناس، اليوم ينتظر قآني أو سليماني؟ هذن التساؤلات أريدكم تجاوبوني عليها. طبعا المصادر تقول أنه إسماعيل قآني قائد فيلق قدس الإيراني ما قدر يوصل لاتفاق ويا مقتدى الصدر باجتماعه بالنجف، واجتمع قبلها بالإطار التنسيقي بحضور زعماء الميليشيات، وقالوا أنه قآني فشل أيضا في تغيير موقف الصدر بإبعاد المالكي عن تشكيلة الحكومة الجديدة. فيعني هاي التساؤلات، ليش العراق متروك أمره إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى حتى لو كانت غير دول مجاورة؟ ليش اليوم العراق ما يملك أمره، ما يملك قراره، ما يملك حياته، ما يملك تاريخه، ما يملك أرضه، ما يملك ثرواته، وما يملك فلوسه؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أستاذ أسد. إذا سمحت لي، العراق اللي تتحدث عنه من 20 سنة، لفترة 20 سنة، ما حكموا ناس ولا هم من العراق. أنا أريد أسأل، إذا أكو حكومة عراقية يقدر يطلع مسؤول هسه من العراق من هم ذول الحرامية يروح يجتمع مثل بتركيا أو بإيران أو بالسعودية يتدخل بشؤونهم؟ أستاذ أسد، بالنسبة للعراق، إذا سمحت لي، ومع الأسف والله، مع الأسف اللي صار بينا هيجي، إحنا دولة من جاي يأخذون أوامرهم من إيران بالذات، يعني هم تابعين ولاهم الإيران، إيران اللي جابتهم، إيران اللي نصبتهم، إيران اللي تحركهم، مثل الدمى تحرك هيجي وهيجي. ولا هم لو عندهم ذرة من الغيرة وذرة من ولائهم للوطن كان ما قبلوا لا على ولائي ولا على قهقهاني، كان قالوا لا احنا لا سيادة. يا استاذ أسد، احنا لا سيادة واحنا نقرر بديناتنا. اسألك بالله عليك، يعني انت شايف حكومة يدعوني بالحملانة، شنو هاي الحملانة هاي؟ خلي كان أسأل الشعب العراقي عليها، مو عيب مو خزي، ليش ما عندكم قصور؟ وقصور عندكم وقعدوا بيها، كيف راح يطاري الحمالة وقالت الحمالة؟ يا أستاذ أسد والله العظيم أقسم لك بالله، الشعب إذا ما صحى ليظلون يلعبون بينا جماعة مقتدى وإيران والميليشيات والأحزاب. هاي التفجيرات اللي صارت، أسألك بالله عليك، صراحة بين سياسيين يقعون بها ضحايا ناس أبرياء. احنا لو بينات واحد يقتل واحد ونخلص منه، ايش محلاته؟
بس يا استاذ اسد واقع بها الشعب العراقي الله يخليك. هذا الشعب اللي تاريخه مو انا احكي عليه ولا العراق، الدول تحكي عليه. اجوا حثاله بوش، حثاله والله يا استاذ الاسد، لولا حثاله مجتمع، لو عندهم انسانيه والله ما صار بالعراق هيجي. بس احنا اطلب من الله ومن الشعب العراقي، يا شعب توحد، يا شعب اصحى، يا شعب خلي ايدك بيد اخوك. ترى دولة بيفيدونا، والله بيفيدونا. هذول راح حتى اجيالنا راح يدبروهم، دبروا الصناعه، دبروا التعليم، خلوا الرشاوه يا استاذ اسد، والله لعبوا بينا فنا، والله دبرونا. بس جراد صح، وبعد اكثر مع اعتزاز واحترام للشعب العراقي. اريد الشعب العراقي يتذكر ثوره العشرين بيش كاونا، ترى بالفانة والمقوار. يا عمي يا شعب ما قصدنا، يا عمي الحكومة ضفت علينا ما كاس عاد. هذا الدم اللي جاي يسيل بالشوارع، ولكم ما تخافون الله، وهذا براشر الله حاسبكم. ولكم يا ضربة يا فجار يا كفار، ولكم الله حاسبكم. ولكم من أهل العبايين إلى السياسيين، ولكم كافي 20 سنة مزقتولنا، دمرتولنا، كاف اطلعوا عمي، بريتكم كافي. وهذا أشكرك يا أستاذ. شكرا لك أبو عراق. أبو أحمد من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو أحمد من الرمادي. أبو أحمد من الرمادي، أعتذر منك أخوي. الله يعزك الله يحفظك. أخوي عزيز، بالنسبة لموضوع حلقة اليوم، يعني موضوع جدا دقيق وواضح بالنسبة للوضع الحالي اللي بالعراق. نعم. الوضع الحالي بالعراق هو عبارة عن مهزلة تقودها إيران وكم دولة مجاورة أخرى دون ذكر الأسماء، لأنه معروف الأمر. لكن الدولة الرئيسية اللي مسيطرة على العراق هي إيران. طبعا احنا السبب، نرجع للسبب الرئيسي اللي يخلي إيران تتدخل وشؤون البلاد، هو السياسيين الموجودين المتخاذلين اللي هم ذيول إيران. لأنه مو من الصعب أنه رئيس حكومة أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس برلمان أنه يمنع أنه أو يأمر بأنه ما يدخلون هاي القاعاني ولا الكوثراني. يعني البارحة يجي قاعاني، مدري هو البارحة يجي قاعاني للعراق لتشكيل الحكومة لإرضاء أطراف على طرف آخر، واليوم اللي سمعت أنه كوثراني كذلك متجه للعراق للضغط على الصدر أو للضغط على الإطار المجلس اسمه. فهاي لعبة مهزلة. يعني أنتوا إذا صحيح صادقين وتتقيمون حكومة أو تشكلون حكومة، أنا شوف راح أحكي حتى لا أكون موضوع طائفي، أنا راح أحكي لك موضوع السنة. نعم. لو كان عندهم كرامة وذرة من الشرف، ذرة من الشرف، أنتوا شكلتوا رئيس برلمان وأعضاء ونائبه رأسا، يعني بيومين خلال يومين طعنوا بالجلسة وقدموا المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية قبلت هذا الأمر الشكوى. وباكر طبعا الموعد اللي هو راح يلغي الجلسة اللي صارت أو تشكيل جلسة البرلمان اللي صارت، يعني 100% أنا أقول لك يعني اعتقادي أو توقعي بأنه المحكمة الاتحادية راح تلغي الجلسة الأولى وتعاد انتخاب رئيس برلمان. لو ذرة كرامة تكون عندهم ينسحبون ويطلعون من الحكومة هاي، الحكومة الإيرانية اللي متخلفة. لكن هم جزء من ذول الذيول وهم رؤوس الذيول طبعا، وهم متخاذلين يقوموا متخاذلين. لا حد يتوقع ويتأكد بأنه هؤلاء يمثلون السنة أو شيء ذول إطار تنسيقي أو الصدر يمثل الشيعة. يعني مع الأسف ما أريد أحكي بهذا الكلام أو أحكي الطائفية أقول سنة وشيعة كرد، لكن هم وصلونا لهذا الأمر وخلوها لغة متداولة يوميا، سنة شيعة كرد.
احنا يعني اخ ابو احمد اذا اريد نتكلم باي اللهجه ما نتكلم عن الشعب العراقي اللي ما موجود نعم. بيناتهم طوائف احنا بدنا نحكي عن عمليه سياسيه هم يقولون عمليه معاصصيه طائفيه هم يجي يسموها طبعا نعم انا هذا قصدي وهذا نعم. هو هذا راس اللي بدي احكيه راس القصد يعني من عنده نعم. احنا حاليا العراق طبعا موضوع التظاهرات موضوع المليشينو يعني تجمعات يعني صراحه موضوع صار قديم يعني انه شلون نقول اداه صار قديمه شلون نقول يعني هسه بالعراق العالم وين وصل يبلط وشوارع تطور الشوارع مشنو العراق لحد الان بالسبيت موضوع التظاهرات موضوع صار جدا عقيم وتعبان وما ممكن ما ممكن انه تقوم للشعب العراقي اذا الحل شنو اخوي ابو احمد الحل شوف التظاهرات وحد والانتفاضه الثوريه وحد يعني خلينا نكون واضحين الانتفاضه الثوريه اللي تقسم ظهر هؤلاء الموجودين وتكون بعزم واحد وايد واحده مو يطلع الجنوب ومن الغربيه ما يطلع مو مثل احنا طلعنا ب 2013 واهل الجنوب يتفرجون علينا او اهل بغداد يتفرجون علينا طبعا حاليا وهي فرصه شوف هي فرصه لا يعتمدون على الركابي وهذا الضحك على الذقون على الركاب وغيره والضرغام وما ادري من هو هذول كلهم تابعين طبعا للاحزاب خلي في بالك طبعا كلهم دول حركات وادوات يتحركهم المالكي وغير المالكي انتفاضه شعبيه وانا مع الاسف طبعا اكو بعض جهات اللي تشتغل بالخارج يقول احنا معارضه واحنا وبس الكذب يجمعون تبرعات ويجمعون فلوس وقاعدين والبلد الى طبعا ما تقوم لنا قائمه اذا شكلت هاي الحكومه نعم اذا شكلت اذا شكلت العفو اذا شكلت هاي الحكومه نعم شكرا 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 لك ابو احمد عبد الرحمن من بغداد حياك الله عبد الرحمن السلام عليك ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن حياك الله اخوي السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام شلون صحتك نحمد الله على كل شيء ان شاء الله انت بخير الله يبارك فيك بس انا ولو السؤال يعني موضوع خارج الموضوع يعني الكلام ما تواجه موضوع على حكي على السجناء واللي وصار ظلم بالسجناء مع الاسف والله نعم إيه والله يا أخي أنا قبل فترة يعني سجن أحد أقاربي وطلع يسولف الظلم اللي بسجون يقول والله يقول حتى امرأة جابوها جورته رجل يعني ما يقبل يعترف على ورقة يعني يريدون يوقع على ورقة إيه فما رضى يوقع على ورقة جابوا بنته أو بنته الكتاب يقسمون بيها على شان اللي هو يوقع على هاي الورقه فخلوا بنته قدامه هو كان يصيح عليه هاي فكان راح يقسم بنته قدامه على اساس انه يوقع بالورقه نعم يعني شوف هذا اخ عبد الرحمن ابو عبد الرحمن يعني احنا نعم. سوينا حلقات كثيرة عن موضوع الظلم اللي دا يصير مع المعتقلين داخل السجون العراقية واتكلموا أيضا أخوة يعني موجودين داخل المعتقلات إن شاء الله يا ربي يفك أسرهم وبينا هذا الشيء للناس واللي دا تقوله واللي دا تقوله نحكي أكثر من مرة لكن يعني إحنا موضوعنا اليوم والحدث اللي دا يصير اليوم اللي هو وجود قاآني وكوثراني في بغداد لحل حالة الأزمة اللي صايرة ما بين الكتل السياسية ولهالسبب يعني أنا سألت إنه إلى متى يبقى العراق العظيم يدار من واحد مثلاً كوثراني تابع الحزب الله اللبناني أو يدار من قبل رجل عسكري بالحرس الثوري؟ والله أنا أقول مع الأسف والله مع الأسف الحكومة والسياسيين بسكونيتهم هيك أنا ما أدري يعني لا لهم أصل لا لهم أصل بينهم ما يدون العراق يعني. نعم. والله ما نقول يعني سبحان الله يعني ما لاتف والله نعم على الدول اللي يعني ما نقول بهم حقهم أنا قليل والله العظيم نعم شكرا لك أبو عبد الرحمن علاء من البصرة حياك الله يا علاء الله يحييك تحية لك وللكادر ولو خلصت رصيدي بس عادي ماكو مشكلة نعتذر منك أخوي العزيز ربي يحفظك إن شاء الله الله يسلمك أخي أول شيء ضرغام ما تابع الحزب هذا ثائر من ثوار تشرين وثاني شيء نحن مع كل التظاهرات لطالب حقوق الناس إن كانت بالأنبار أو بالموصل أو بالغربية أو أي مكان نعم بس
ناس ليش ما وفت؟ خلينا نكون صريحين، ليش ما وفت اكو ناس؟ احنا مع كل العراقيين، يقول لك رافعين رايات جيش الحر وقادمون الى بغداد، واللي كان اللي يهدد هسه قاعد ويا الاحزاب الميليشيات اللي قتلت الشعب العراقي، احنا كل احنا عراقيين عفونا من هالسوالف هذه. اول احنا خلصنا من من ظلم البعث، طحنا باحتلال امريكي، خلصنا من احتلال امريكي طحنا باحتلال ايراني، واحنا جاي ندفع الضريبه، تطلع الظهر تنقتل، تضل بالبيت كتلك الجوع كتلك الفقر، كهرباء ماكو، عيشه ماكو، تطلع برا الاوروبا يذلون بيكم جبناء، ترجع للعراق ماكو مستقبل، يعني ما بدنا شيء احنا نسويه. قبل فتره الاجهزه القمعيه اعتقلت فرق الموت الولائيين التابعين لايران. جابوا دراجه وحطوها مقدم مدينه قيم. طبوا لك الدراجات كلها والستوتات كلها حزوها. هسه يركضون ورا الناس تعرف 500,000، ذولي مو اهل دوله. احنا اجانا رئيس هو عبد الكريم قاسم اختالته البعثيه برعايه جمال عبد الناصر، بس هذا شريف. ولا نفسهم هسه الحلبوسي والكاظمي ومحاصصه فساد يعني. طيب هذا أخ واحد اخ علاء، اخ علاء 90 مليون تاريخ رقم الظلم كان قبل، بس اكو كان واحد ياخذ رشوه غير يكسر رقبته غير عقب التيل، اكو واحد ايراني كان يعبر يتجاوز الحدود. أخ علاء إذا تسمح لي، أنت قلت كلمة ما بيدينا شيء هسه، ما نقدر نسوي شيء، زين والحل شنو؟ يعني أنت إذا أنت تقول ما بيدينا شيء وبنظرك يعني الشعب العراقي لازم يسكت ولازم يبقى العراق رهن إشارة إيرج مسجدي السفير الإيراني في بغداد، أو رهن إشارة إسماعيل قاآني، أو رهن إشارة مثلا كوثراني، أو رهن إشارة المحتل الأمريكي؟ وبعتك ذولي لو تكون دولة قوية ذولي يخسرون ندوس عليهم، بس هي دولة ماكو. وحتى لو الشعب يطلع هسه يوم الخميس يطلع وغير الأيام يطلع، حتى لو كان الشعب قوي الشعب يطلع، المشكلة أنت عندك الأجهزة القمعية مخترقة من الدفاع والداخلية والاستخبارات والمخابرات، هاي بس أسامي يأمرهم هاي الأحزاب الولائيين يأمرهم قتلوا قنصوا اعتقلوا عذبوا. يا اخي انا بالاستخبارات كفيلك الله يعذبون بي، هاي بالتظاهرات كفيلك الله، جاني واحد لابس اسود هو تابع للاحزاب يقول لي تحكي على الاحزاب، قلت له لا يزال ما دام شعبنا جوعان ومظلوم وانتم اكلتوا حقه لا يزال، قال لي خلي يفيدوك شعبك. يعني احنا المشكله لو كان الجيش معش ويجي رئيس وزراء شريف ودعتك ندوس عليهم واحد ولا الثاني نرجعهم ونعتقلهم وين ما كانوا. شكرا لك اخ علاء. القضيه مثلا انه يقول لك تهدف زياره قاآني الى توحيد المواقف داخل البيت السياسي الشيعي بعد الخلافات التي عصفت مؤخرا بين الاطار التنسيقي وتيار الصدر بالتزامن مع وصول كوثراني الى بغداد، لكن السؤال اللي يطرح يعني مثلا الجلسه الاولى للبرلمان العراقي اللي على اساس فاز بانتخابات اللي واحد قال هكروها الامريكان وباكستان والهند وغيره وغيره وغيره، وطلعت هوايه مصايب لانه ما حصل اكثر من 5 مقاعد. المهم عفونا من هالموضوع. اول شيء قالوا تعيش ثوره تشرين مثلا، اذا تذكرون من قاموا يهوسون ومحمود المشهداني كررها وراها. زي ما ثورة تشرين أكبر شعار لها إيران برا برا بغداد تبقى حرة، ومو بس بغداد كل المحافظات العراقية اللي شاركت بثورة تشرين انذكر بهذا الشعار، إيران برا برا ذي قار حرة حرة، أو البصرة حرة حرة، أو ميسان أو كربلة أو النجف. فأنت أول شعار بثورة تشرين أنت ما منفذه. يعني اليوم قاآني ببغداد أو إيرج مسجدي مثلا لما ينطق أوامر، أو لما يجي كوثراني ويريد يحل هاي الأمور، هم شعليهم. السؤال اللي ينطرح، يقدر مثلا مصطفى الكاظمي أو نور المالكي أو مقتدى الصدر أي واحد بهم يقدر يروح لإيران يقولهم أنتوا ليش اختاريتوا فلان إلى يعني مؤسسة تشخيص النظام مثلا؟ يقدر يقولهم ليش عينتوا فلان بجهاز الاطلاعات الإيراني؟ يقدر يقولهم الانتخابات الإيرانية اللي صعدت
ابراهيم رئيسي بها التزوير. يعني هاي الامور ليش اليوم بالعراق حلال وناطين كل شيء وانتم ما عندكم سياده ببلدكم وببيوتكم وبخارج بلدكم؟ ابراهيم من كربلاء، ابو مروه من كربلاء، حياك الله ابو مروه. نعم اخي، شكرا شكرا جزيلا اخي. حياك. احنا ثوره تشرين العظيمه، ولما نقول كلمه العظيمه هو مو لقلقه لسان او مدح عابر، انبثاق هذه الثوره اخي نتيجه تجربه قاسيه وكوارث سوداء مرت على هذا البلد، وصار عند المواطن وعي كامل بان العراق ماضي للمجهول. وجود هذه العملية السياسية وشعار أريد وطن، يعني بطلنا من العنب الريد سلتنا، يكفي، بطلنا من كل الخدمات المزعومة ما نريدها، بس نريد البلد اللي راح بسبب هذه التبعية والواقع الفاسد. لذلك حوربت هذه الثورة، لكن هيهات والله هيهات أن تنتهي بوجود شعبنا الأبي إن شاء الله. ومن خلال قناتكم الكريمة أحب أحيي ألف تحية لثوار تشرين، والرحمة والخلود لشهداء الأحرار والشفاء لكل الجرحى. من ريد تبعية يكفي تنحل المشاكل من خارج البلد، عيب فشلة، وهاي الحالة نعاني منها من 2003 إلى الآن. أنتوا مسلم يعني أثبتوا للشعب العراقي أنه أنتوا ما عندكم حلول. لذلك الحلول اليوم أصبحت من إيران ومن تركيا ومن الإمارات ومن ليش 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 العراق ولاد العراق صح قرار العراق بلد محوري، ليش تأذون أهل أذية هاي؟ ليش بسببكم هاي تضحية بسمعة العراق؟ إحنا ما نسمح، إحنا كشعب والله ما نسمح لهالأمور هاي اللي تصير. شكرا أخي. شكرا لك ابو مروه. عفوا، المشكله انه هي مو انه تجيك حلول من الخارج، ممكن في بعض الاحيان في كثير من دول العالم انه اكو ازمات صارت بين طرف او طرفين او اكثر من طرف ادت الى وجود تدخلات خارجيه، بس مو متغول مثل ما دا يصير بالعراق اليوم من قبل ايران. يعني اكو مبادرات خارجيه من دول مع دول اخرى انه اكو ازمه في دوله مجاوره، تجي الدوله المجاوره تقول انا عندي مبادره لحل الازمه في الدوله المجاوره الي، والطرفين يقبلون ما يقبلون بقت يمهم، بس نطى مبادره، الدوله الثانيه نطت مبادره. اللي دا يصير اليوم بالعراق هي مو مبادره، هو يطير ينزل ببغداد يفتر ويطب العراق ويروح ويرجع ويجتمع ويا هذا ويجتمع ويا ذاك وينطي اوامر، هي هذا اللي دا يصير اليوم بالعراق. هذا اللي احنا دا نقوله، معقولة ان هم ذول الكتل السياسية مثل الاطفال اي ازمة عندهم؟ يا هم ركضوا الايران يا ذولاك دزولهم ويدزلهم رجال عسكري، يعني حتى تراتبية بالدبلوماسية او بروتوكول دبلوماسي ما موجودة. فاحنا هذا اللي دا نحكي بيه، ليش اليوم العراق رهن اشارة ايران او دول اخرى او احتلال؟ ليش اليوم العراق أمره بيد كوثراني مثلا تابع الميليشيا حزب الله بلبنان؟ هي لبنان الشعب اللبناني ما راضي على حزب الله، ليش احنا راضين انه يجي كوثراني يحل لنا مشاكلنا؟ هاي اللي احنا بدنا نسال بيها. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام ورحمه الله. بالنسبه لتشكيل الحكومه من 2003 ولحد الان هي ايران متدخله بتشكيل الحكومه، وهذا الدليل موجود هسه، هذا التاخير وحضور قاني وقبل قاسم سليماني كان يشكل الحكومة بكيفه، وحتى المناصب اللي هي للأكراد وللسنة مثل رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية إلا مباركة من قاسم سليماني المقبور وقاني حاليا، والنوب دخل لها كوثراني اللي هي لبنان احنا نعرف بها مشاكل سياسية، وحكومة كحكومة يريد يشكلوها صار أكثر من سنة، وتدخلات دولية ما قدروا يشكلون حكومة بلبنان، أصبح كوثراني هو اللي يشكل حكومة ويسموها البيت الشيعي، والبيت الشيعي لأن يخافون عليه لينشق البيت الشيعي، ويصورون أن شيعة العراق الشرفاء في جنوب العراق الناس البسطاء لهم دخل بهاي الحكومة من 2003 لحد الآن. لو لهم دخل الشعب العراقي كسنة وكأكراد وكشيعة يعني ما كان طلع المحافظات عليهم مظاهرات مثل 2013،
بالمحافظات السنية الستة، و2019 بالمحافظات الجنوبية، والسليمانية هم لحقت طلعت مظاهرات ضد من يحكمهم بالإقليم. فصار عندنا قناعة أن هاي الحكومة إيرانية كل مكوناتها سنة شيعة أكراد إلا مباركة الإيرانيين والحرس الثوري. فهو من زعلهم قال الإمارات وتركيا تدخلت على خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، يعني هذول هم يعتبرون هم فاسدين هذول وما حد راضى عليهم، بس اللي لهم يعني جماعتهم وجماعة أحزابهم والتقدم وعزم وغيرها. زعلهم على الإمارات وتركيا، زين أنتم من 2003 ولحد الآن إيران طابة بالكتلة الأكبر اللي هي يحكون باسم الشيعة والمظلومية، إيران هي تدخل بالتشكيل الحكومة وهي توزع الوزارات وبكيفها، ولا أكو سيادة ولا أكو دولة عندنا، ولا أكو حتى مثلا يطون مجال لأي وزير يصير أنه يبني ويعمر ويفتح مصانع أو يبني جسور أو غيره، تعال بوق واطلع. فأحنا هاي نعرفها حكومة إيرانية، لأن هذا التأخير على الانتخابات المزورة لحد الآن ما شكلوها، هذا دليل على أن القضاء والمفوضية ورجال الدين يعني راضين على هذا التأخير، ولا هذا الصمت مثل السيستاني والمراجع الموجودة في العراق ساكتين ما يقدر يحجون، لأن أكو سلطة أعلى من عندهم هي سلطة الحرس الثوري، فما يقدر يبثون بالحكومة وغيره. لازم يصير حزب دعوة، يصير من حزب الدعوة على رئاسة الوزراء، يعني ترجع هي نفس المحافظة. أخ صباح يعني مثلا اليوم الإطار التنسيقي يعلن مثلا، يقول كشف عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي أن قوى الإطار التنسيقي ستقاطع العملية السياسية لتشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء. السؤال اللي نطرحه هنا، هاي المقاطعة نفس مقاطعات مقتدى الصدر ويا الانتخابات بكل 4 سنين، لو مقاطعة من غير نوع؟ هم هذا يعتبر تهديد مبطن، يعني قصدهم إذا قاطعوها راح يشعلون الشارع بالمفخخات والطائرات المسيرة والكاتيوشا، لأن ما عندهم معارضة هم حقيقية، يعني حتى اللي وقفهم أمام جماعتهم اللي وقفهم أمام البوابة المنطقة الخضراء ذول كلهم تابعين للحشد، يعني الدولة تطلع مظاهرات على الدولة، فذولي ما عندهم غير أسلوب معارضة وطنية حقيقية، لا عندهم معارضة بالسلاح بالكواتم والخطف والقتل وسحب الميليشيات الموجودة بالمحافظات مثل الموصل والأنبار في سبيل تهديد، يقولهم ترى نطلع لكم داعش، هاي وسيلة ضغط أنهم يكونون معارضة، احنا ما راح نشكل الحكومة. تهديد، هذا تهديد للصدر، تهديد للحلبوسي، تهديد غيره، إذا أنتم سمرتوا بدون التنسيقية وبدون فتح والحشد احنا راح نصير بالضد من عندكم. وبالفعل احنا شفنا هذا الاسبوع الراح، يعني شهدنا عدة تفجيرات وعدة خروقات امنية، وقف صامت رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وقفهم صامتين على كشف الادلة اللي من وراء هاي التفجيرات واللي هي معروفة رسالة واضحة من الحشد والميليشيات للأحزاب اللي أسست مثلا محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان ونائبيه، وإذا اختاريته رئيس وزراء بدون التنسيقية احنا راح نشعل الشارع، وهو هذا متوقع من عندهم، متوقع أن الحشد والأحزاب اللي هي منطوية مع الحشد مثل حزب الدعوة وبدر والمجلس الأعلى والنصر وغيرهم كلهم ذول جاي يهددون المجتمع العراقي، ويهددون من البصرة للأنبار من النجف للشمال، فذول ناس مجرمين وقتلوا ماضيات ما عندهم يعني وطنية للبلد، ما يملكون أي وطنية، ناس جايين يخدمون مصالح إيران، خراب العراق وتدميره وإضعافه وتقسيم العراق، يعني ما عندهم مشروع شفناه من 18 سنة، شو تريد تسوون بهاي ال4 سنوات القادمة؟ أي إصلاح تحكي فيه مقتدى الصدر وأنت رجعت منصب رئيس البرلمان للسنة، إذا نفس الشيء، ورئيس الجمهورية للأكراد ورئيس الوزراء يسموه الشيعة، إذن هاي المحاصصة المقيتة اللي جابها برايمر أنتوا استمريتوا عليها، ماكو فد تغيير ولا أكو إصلاح ولا أكو فد مشروع عندهم وطني حقيقي ينهض بالدولة، لو جايب إنسان وطني مستقل على رئاسة البرلمان وعلى رئاسة الجمهورية وعلى المناصب الرئاسية الثلاثة، يعني كل الشعب راح يطلع وياي، يقول لك دولة مستقلين لا تابعين الميليشيات ولا الأحزاب اللي هي مشاركة بالعملية السياسية من 2003 لحد الآن، لكن كلهم من نفس الدوار جاي يسوي بيهم، يفرها نفس المناصب والوزارات نفسها، شو راح تتفقون على منصب رئيس الوزراء؟ المالية والخارجية المناصب السيادية الوزارية الحقائب شو راح تتفقون عليها؟ نفسها راح يوزعوها للأحزاب، إذا ماكو فد شيء جديد
اللي يدعي به مقتدى الصدر راح يقدر ينهض به، ولا راح يسمحوا له التنسيقيه بالتقدم خطوه واحده للامام في بناء دوله حقيقيه، دوله رصينه. هذا السلاح المنفلت اللي ما حد يقدر يتهمه، اي سياسي سني كردي شيعي اتحدى اذا قدر يتهم جماعه الكاتي وش منه، من اللي قتلهم الالف شهيد من المتظاهرين ثوار تشرين، من اللي كان يقمع بيهم، هم نفسهم سرايا السلام القبعات الزرق والعصائب وحزب الله والنجباء، هم نفسهم، لكن ماكو جرأة من سياسي وطني يقدر يقول ترى فلان هو وراها. مصطفى الكاظم يتحدى إذا قدر يكشف منه خلف الطائرات المسيرة اللي ضربت بيته، ما يقدرون يتهمون الحشد. نعم. يعني الحشد أصبح سلطة فوق القانون، لا القضاء اللي هو فائق زيدان اللي يدعم الحشد، وهو خرج من رحم حرس الثوري فائق زيدان اللي يتحكم كل مفاصل الدولة، ولا قدم أي وزير وكيل وزير فاسد، ولا أي قيادي بالأحزاب والوزراء قدمهم للقضاء أنهم دول فاسدين. وين راحت الفلوس العراق اللي هي أكثر من 1200 مليار دولار؟ وين راحت؟ ما حد يعرف، ما بنوا بها اي شيء، تحملون مانيه العالم تبلطون لهم شوارع وتنورون الجلوبات الرئيسيه بالشوارع، وها هي، هو هذا طموح المواطن العراقي؟ اصبح طموحنا تبليط واناره وشجره؟ يعني وين المشاريع العملاقه؟ وين المصانع المعطله من 2003 اللي حد الان لو فرهدتوها مثل مصنع بيجي من فرهدول سرايا السلام والعصابه تقاسمتوه بعتوه في شمال العراق وقسم لايران؟ يعني ذولي مع الاسف عليهم احنا شلون متحمليهم. نعم. والشارع العراقي شلون متحملهم؟ النوب يريد يطلعون مظاهرات يوم الخميس يهددون الدوله به، شو تطلع مظاهرات وانت شايل بجيبك باج مال رئيسة الوزراء وصاعد لي جكساره؟ شلون تريد تسحبون الالويه الموجوده بالانبار وبالموصل تهددهم؟ كلهم ميليشيات ذولي، كلهم مكاتب اقتصاديه، حتى في سبيل يطلعون بالمظاهره مال عقب باكر ويصير العدد قوي ويهددون بالامن الامن الدوله وغيره. ما عندهم فد شيء واحد يفرح به، ولا عندهم فد انجاز، كلهم ميليشيات تابعين الى ايران. ومن تقول له انت ذيل ولائي يا سياسي يا حشد يا ميليشيات يزعلون، انتم ولائيين ومنبطحين لايران. على شنو؟ من 2003 ولحد الان ايران طابه بيكم طول عرض التنسيقيه والبيت الشيعي. نعم. اي بيت شيعي هذا؟ ما خدم الشيعه على البسطاء والفقراء اللي في جنوب العراق اللي ما يحلوا ما عندهم البصره ام الخير ام النفط والعماره ام النفط. يعني ما يحلوا ما عندهم شوارع مثل البشر ما عندنا. نعم. شكرا لك اخ صباح. كان المفروض يدخل ويانا محمد من كركوك لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يا محمد ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع. ويانا هسه ابو شيماء من بغداد، حياك الله يا ابو شيماء. السلام عليكم سالي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك؟ هلا بيك يا الله. تعرف هذه المغالطات اللي والله شبعنا من عندها، هذا الحرس الثوري وايران، الحرس الثوري وايران، مال هذا اللي يتصل بيه صباح، هذا ما عنده شغل عمل، حاقد على ايران، فتواحد قائد في داعشي، عيب هالحكي هذا. أولا أخوي العزيز، هو ما اتهمك لك أو اتهم واحد وقال، بس ما رخصك أبو شيماء أنك تتهم مواطن وتقول عليه داعشي، هاي ما أقبله، لأنه احنا متفقين أنه هذا تنظيم إرهابي. هاي رقم واحد. رقم اثنين أخوي العزيز، بس ما رخصك أخوي العزيز، لما نضيعك على الحرس الثوري تقدر تقول لي إسماعيل قاني شنو منصبه؟ رجل الضيف العراق هذا جاء مرحب يحل الأزمة. شنو منصبه؟ ما دا أسألك هو منو؟ شنو منصبه؟ منصبه قائد فيلق القدس الإيراني. وقائد فيلق القدس الإيراني، فيلق القدس وين؟ فيلق هو جاء من أجل مساعدة العراق من الأزمة اللي يمر بيها. مو مثل الجماعة راحوا تركيا. ما جاوبتني أخوي العزيز. فيلق القدس مو حرس ثوري؟ الحرس الثوري، يعني شنو الحرس الثوري؟ اقدر اسالك سؤال ابو شيماء، شنو علاقه الحرس الثوري وواحد ضابط بجيش بدوله مجاوره بالعراق؟ اولا جاي زياره للعتبات المقدسه مرحب بي، وبعدين دار صبر ابو مهدي المهندس جاي زياره الى العتبات المقدسه، تقدر تقول لي شنو دوره في اجتماعاته مع الاطار التنسيقي ومع زعماء الميليشيات ومع التيار الصدري ومع مقتدى الصدر ومع مصطفى الكاظمي؟ استاذ العزيز، لا مو انت من تقول لي بس ما رخصك ابو شيماء، انا من نجي اسافر من دوله الى دوله ورايح زياره، رايح افتار، ما لي علاقه بسياسه ذيك الدوله، فمن اطب افتر واطلع ما حد رايح يحكي علي، لكن من انا عندي سفره الى دوله، انا جاي الى دوله ابو شيماء، بس اقعد احكي ويا قاده ابو شيماء
ويا الضباط ويا الكتل السياسيه، انا اذا اتدخل بسياستها الداخليه راح ترضى ابو شيماء بهذا الشيء؟ حبيبي مو انه يسد الصدع، يعني الصدع بين الاطار ماكو تبين له متى ومتعتبرين. انا ترى رجال واصل خير بالعرف الحشاري الفني، شلون واصل خير وصاد خير؟ اجى واصل خير الرجل، الرجل شنو محتاج العراق؟ هو شنو اللي انا امن امن العراق امن امن ايران؟ لان ايران العراق مهدد من وراء الدول الاوروبيه الخارجيه وهم يخافون على مصالحهم، فلمن هذا السبب؟ اخوي العزيز، اخوي العزيز ترى ايران لها دور كبير في احتلال العراق، ومره من المرات طلعت لك التصريحات وانت ما رضيت تصدق. نعم لا صدق، لا استاذي لا لا اجونا وطون السلاح وفتح حدوده وشهداهم وشهدانا ما يصير، يعني واحد ما شاء الله ويحكي حق الله يا استاذ رسل ما يصير هيك يعني. مو انا داعي احكي لك حق الله اخوي العزيز، هم قالوا احتلينا اربع عواصم عربيه، هم قالوا ومن ضمنها بغداد. حبيبي هاي مو احتلال، هذا يسمونه محور مقاومه ضد الامريكان وضد التطبيع. محور مقاومه تقدر تقول لي محور مقاومه؟ ارج مسجدي كسفير شلو دوره انه يؤمر السياسيين بالعراق ولا تقول لي لا؟ حبيبي والله العظيم ما يامر، والله ما يامر. تعرف ابو شيماء، ابو شيماء من رخصتك، تعرف شو وقت اكد لك انه ايران ما محترمه العراق؟ اي شو وقت؟ تتذكر لما صار اجتماع بغداد واجا رئيس مصر ورئيس فرنسا واجا ابو الامارات واجا وزير خارجيه ايران وياهم، تتذكر؟ يا حبيبي بس مو يعني بس من رخصك، بس من رخصك يا اخو، من رخصك، من رخصك اوقف بس من رخصك، تتذكرها لو لا؟ اتذكرها والله مو قصدي البروتوكول الدبلوماسي. لا تقول لي مو قصدي اخوي، تقابل انت يعني ابن اخوه عبد الحسين اللهيان بعيد تدافع عنه هيك، بس من رخصك يا اخوي، بس من رخصك يا اخوي، البروتوكول الدبلوماسي العالمي، البروتوكول الدبلوماسي الدولي، رؤساء الدول يقعدون لي قدام، يوقفون لي قدام بالصور والوزراء لي وراي. اتذكر ايش سوى، راح تعرف بيه انه ما محترم العراق ولا ايران محترم العراق. لكن انا السؤال، انت قاعد تدافع عن ايران، يعني ليش احنا نطي امرنا لايران، هذا البلد اللي عمره الاف السنين عفوا، هذا البلد اللي عمره الاف السنين، هذا البلد اللي هو ابو الحضارات، هذا البلد اللي وجد الكتابة للعالم، هذا البلد اللي اول من عرف القوانين بقوانين حامورابي، هذا البلد اللي حكم العالم في اكثر من فتره من يعني باكثر فتره او باكثر من فتره العفو، بزمن البابليين وبزمن السومريين وبزمن الاشوريين وبزمن العباسيين حكم العالم، هذا البلد اللي كان دوره مميز في كثير من الدول، ليش اليوم امر الى ايران؟ ايران اللي الحرس الثوري الايراني له دور كبير في تهديم الموصل وتهديم الانبار، وإلى دور كبير في قتل الأطفال، وقاسم سليماني متهم في قتل أطفال حلب مثلا، هذا الحرس اللي في يوم من الأيام اعترف أنه احتل البلد، وهذا البلد اللي في يوم من الأيام قال لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل العراق، فليش إحنا أمرنا بديهم؟ أوكي أجي وياك، أنت رحت، انا رتجي وياك اقول لك يا با ايران دوله مجاوره وخايفه وما اعرف شنو، كوثراني ايش له علاقه بحزب الله بلبنان؟ هي لبنان ما عايشه هسه، يجينا كوثراني ده يحل خلي يحلون ازماتهم هم، يرضى كوثراني يطلع لاي واحد من العراق يروح يحل الازمات بلبنان؟ بس مع الاسف ابو شيماء راح. عبد الكريم من بغداد حياك الله. عبد الكريم يبدو انه فقدنا الاتصال. نعم تفضل تفضل اخوي. معاك تفضل اخوي العزيز. عام 94 نعم عام 94 حدث لي حادث اصطدام سياره بزمن كونه النظام اللي ما يسموه نظام النظام اللي شنو يسموه كانوا نظام البائد، والله ما عرفت يسمونه حاليا. دعمني واحد، نعم هاي متجه من ساحه دمشق الى ساحه جد المجهول عام 94 11 اذا امكن بسرعه لان الوقت راح يداهمني اخ عبد الكريم. نعم فدمني السياسي اللي صف صدر القاعد انتظر الحوض ماكه، تهيثم الحوض ماكه،
أرفعنا السيارة إلى مجلس المنصور، السيارة إلى مجلس المنصور، قمنا دعوة عليه، طلعت السيارة عائدة إلى مدير الجهاز النخاب. نعم. إلى مدير الجهاز النخاب. انقطع الاتصال يا الأخ عبد الكريم، شكراً لك. يعني مع الأسف ما سمعنا الموضوع بالكامل، وأعذرني لأن وقت الحلقة راح يخلص. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، حياك الله أستاذنا أفل الغالي، وحيا الله قناة الرافدين وكل كادرها. أخي الغالي، العراق لن ينجو إلا بإبعاد إيران والقضاء على ذيولها. إيران لن تتخلى عن الانتقام من هزيمتها في حربها على العراق طالما أن الأرذال من ذيولها تعبث فسادا في العراق والعراقيين. ولكن هل سيبقى مقتدى الصدر على موقفه من لا شرقية ولا غربية، أم أنه سيتراجع كما عودنا على مواقفه السابقة؟ تحياتي لحضرتكم، حضرتكم أبو محمد من النرويج. السلام عليكم أخي العزيز. هؤلاء الحثالة اللي تسلطوا على رقاب الشعب العراقي، نسبة 85% هم لا يملكون شهادة حقيقية بل مزورة، لا يعرفون تشك من البك. أغلبية هذه الحثالات رعاع ميليشاويين تبعية جاءوا لنهب خيرات البلد وتقاسم المغانم بأوامر من الولي وتنفيذ الذيول الأدوات، الذين لم يكونوا يوما ما ولاءهم لبلدهم وحماية سيادته، لأن السيادة أخي العزيز من عام 2003 انتهكت على يد هذه الحكومات المتعاقبة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أبو سمية من الأنبار، الذي تعود على الذل بالماضي والذي تعود على أن يطأطأ رأسه لأسياده في إيران، لن يفكر بأن يكون ذا سيادة يوما، وما داموا قادرين على السرقة فلا تهمهم السيادة. أريد أطالب وزارة التربية، أنا أحمد محمد حماد، أطالبها بأن توقف الدوام، لأن أنا أحد الطلاب بيا كورونا، ونطالب بتقليص المواد بسبب كورونا، ونطالب أيضا إيقاف الدوام. وأتمنى من وزارة التربية أن تشوف حل للمدارس والدوام بها، لأنه نص المدرسة بها كورونا، وأرجو المساعدة. السلام عليكم وتحية حب وتقدير لحضرتكم. جوابا على سؤالك، يقدر أي مسؤول يملي قرارات على إيران؟ أكيد ما يقدر ولا راح يقدر، لأنه عميل إلهم وهم متفضلين عليه، فقط عن ما راح يتخذ أي قرار بعيدا عن تدخل إيران. وتحياتي لكم، رنا من بابل. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أتمنى أن أسأل سؤال لكن أخي العزيز ما كاتب سؤالك. السلام عليكم أخي أفل من أمريكا. أمريكا من قدمت العراق بطبق من ذهب إلى إيران، هي قدمت كل شيء وهي التي أعطت العراق إلى هذا البلد، فيجب أن نتخلص من المحتل. أخوك جليل. طبعا المشكلة اليوم بالعراق أنه العراق مرهون أمره إلى دول الجوار وأيضا إلى الاحتلال. اليوم العراق ما يقدر يملك قلمة بحيث أنه يوقع على قرار بدون ما يجي أمر من دول الخارج يوافق لو ما يوافق. والدليل أنه لا أكو انتخابات دا يصير مثل ما يريد الشعب، ولا أكو مطلب دا يصير مثل ما يريد الشعب، ولا أكو شيء دا يصير بالعراق مثل ما دا يريد شعب العراق. لكن اللي دا يصير بالعراق هو اللي دا يردوه دول الجوار، وتحديدا إيران. اللي تريده إيران هو اللي دا يصير، واللي تريده إيران يصير وزير يصير وزير، واللي تريده يصير رئيس وزراء يصير رئيس وزراء، والتصريحات الإيرانية هي اللي تأكد هذا الشيء. لكن أنتوا راح تقبلون بهذا الشيء؟ يبقى يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.